لا رغبتي ورضاي برضاك يا خالقي، لا رغبتي ورضاي. خلقت صوتي ويدك، صورت أعضاي. أنا بنسى الكلام على فكرة، عشان أنا بحفظش الكلام، بقول بس الحاجات اللي في قلبي كده، وقلبي مليان فبنسى. بس فاكرة عايزة حاجة صغيرة كده، عشان احنا في مهرجان الفيلم وعندي أغنية اسمها فيلم مصري. وفيلم مصري ده، الأفلام المصرية وصلت لي كل الثقافة المصرية، ولما جيت هنا ودخلت شيت في الشوارع حسيت إنه الأفلام ما كسبتش، وشفت المصري بتاعي عامل إزاي، وأنا مش كده الأفلام من سفراء مصر حقيقيين، يعني بالنسبة لي أنا اللي أنا بتكلم معاهم وبسمعهم، الممثلين، المخرجين، السيناريست. فالأغنية دي بتقول: وكان يا سيدي يا مكان في جديد هذا الزمان، فيلم أبيض في فيلم أسود، حدوتة بيضة في حارة سودة، في ليلة بيضة فيها قلب مخبي حتة وحتة حتة 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 من فيلم مصر بتاع زمان.